السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الإعدادي مع دروس مادة العلوم. النهاردة إن شاء الله بشرح لكم أول فيديوهاتي على السبورة، وإحنا عملنا فيديوهات قبل كده شرحنا فيها على الورق، والنهاردة بنشرح على السبورة بطريقة جديدة علشان برضو نرضي كل الناس المتابعين لينا على القناة. هنبدأ مع بعض درسنا النهاردة، أول درس في العلوم. أنا هشرح المنهج كله بإذن الله، يوميا هنزل فيديوهات المنهج إن شاء الله. هشرح لكم النهاردة أول درس في التفاعلات الكيميائية اللي هو الدرس الأول، الانحلال بالحرارة. يلا نشوف مع بعض كده على السبورة. هنشوف مع بعض كده إيه هو التفاعل الكيميائي. التفاعل الكيميائي ببساطة هو عبارة عن كسر الروابط الموجودة في جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة بين جزيئات المواد الناتجة من التفاعل. يعني انا دلوقتي عندي التفاعل الكيميائي ببساطة انك انت عندك حاجة اسمها متفاعلات اللي هي المواد المتفاعلة. المتفاعلات دي بتتحول بتدي حاجة اسمها نواتج. هذه المتفاعلات بيحصل فيها كسر روابط كيميائية، سواء كانت بقى روابط أيونية أو روابط تساهمية، وبعدين تتكون هنا روابط جديدة في النواتج. هو ده المقصود بالتفاعل الكيميائي. طيب هو احنا ليه بندرس التفاعلات الكيميائية؟ أهمية التفاعلات الكيميائية. طبعا التفاعلات الكيميائية مهمة جدا لأنها تدخل في حاجات كتيرة في حياتنا إحنا محتاجينها. أول حاجة عملية احتراق الوقود داخل السيارات لتحريكها والحصول على طاقة الحركة. عملية احتراق الوقود هي اتحاد الوقود بالأكسجين، وهذا تفاعل كيميائي. عندنا حاجة اسمها عملية البناء الضوئي. عملية البناء الضوئي التي يقوم بها النبات بتكوين الغذاء، حيث يأخذ ثاني أكسيد الكربون ويأخذ الأملاح والماء من التربة ليكون الغذاء في وجود ضوء الشمس. هذه العملية عبارة عن تفاعل كيميائي. طيب وإيه كمان؟ عندنا صناعة الأسمدة الزراعية، عندنا صناعة البطاريات بتاعة العربيات، كلها تفاعلات كيميائية. عندنا صناعة الأدوية اللي هي الأدوية العلاجية، عندنا صناعة الألياف الصناعية، الألياف الصناعية اللي بتستخدم في صنع الملابس، عندنا كمان صناعة الوقود بأنواعه، كل أنواع الوقود اللي احنا بنتحرك بيها هي تفاعل كيميائي. إذا جالك سؤال علل وقال لك في الامتحان أهمية التفاعلات الكيميائية، هتقول له تدخل في الحاجات اللي انا قلتها دي كلها. طيب هنشوف مع بعض كده اول حاجة عندنا النهاردة اللي هو نوع من التفاعلات اسمه تفاعلات الانحلال بالحرارة او الانحلال الحراري. هذا النوع من التفاعلات بيبقى عندي مركب، هذا المركب قابل للانحلال. دي اهم حاجة تبقى عارفها، ان هذا المركب اذا سخنته يتفكك إلى مكوناته. طيب هذا المركب لما هسخنه بالحرارة هيحصل له إيه؟ هيحصل له عملية تفكك، يبقى هنا يتفكك. عندما يتفكك حاجة كبيرة، دايما يا جماعة التفكك مرتبط إنه يديلك حاجات صغيرة، فهيدي إيه جوه المركب؟ هيدي مثلا جزيئات بس بتكون أصغر من المركب الأصلي، وهيدي كمان معاها ممكن عناصر او غازات برضو اصغر من المركب الاصلي. يبقى تفاعل الانحلال بالحرارة هو عبارة عن تفاعل، بنقول عليه تفاعل كيميائي، بيتفكك فيه المركب بالتسخين او بالحرارة
إلى مكوناته الأولية. إيه مكوناته الأولية اللي أنا قلت عليها؟ جزيئات وعناصر. عندنا بقى مركبات هنشتغل عليها النهاردة، 5 مركبات هنسخنهم، واللي هيحصل على المركبات دي هيحصل على كل المركبات اللي تبعهم. أول حاجة هناخد حاجة اسمها أكاسيد الفلزات. أكاسيد الفلزات بعضها ينحل بالحرارة ويدينا حاجتين يا شباب. أول حاجة هيدينا غاز الأكسجين وهيدينا الفلز لوحده، يبقى أنا أجيب أكسيد فلز أسخنه هيتحول للحاجتين دول. طيب هسخن إزاي؟ عندي أنبوبة اختبار ببتدي أضع فيها أكسيد فلز، هنختار واحد اسمه أكسيد الزئبق الأحمر. أكسيد الزئبق الأحمر اللي هو HGO هبتدي أسخنه على لهب بنزين أو على لهب مناسب درجة حرارة عالية، هيتفكك إلى حاجتين. هبص ألاحظ إن أكسيد الزئبق الأحمر دوت بالحرارة هيتحول إلى اللون الفضي. الله، إيه اللي حصل له؟ اللون الأحمر راح فين؟ اللون الأحمر راح لأن أكسيد الزئبق ما بقاش موجود، اتحول إلى الزئبق بس لوحده اللي هو باللون الفضي. طيب وبعد كده بيتصاعد من الأنبوبة غاز عديم اللون. الغاز ده أنا مش عارفه، طب عشان أعرفه أعمل إيه؟ بقرب منه عود ثقاب مشتعل، عود كبريت مولع. عود الثقاب المشتعل ده هيزداد اشتعالا، وساعتها أنا أقول أيوه يبقى الغاز اللي عندي ده هو عبارة عن غاز الأكسجين الذي لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال. يبقى هنا عندك أكسيد الزئبق الأحمر، لو أنا كتبت المعادلة اللي هو HGO هناخد 2 منه، بيتفكك بالحرارة، المثلث الصغير ده يعني حرارة، هيدي 2 زئبق باللون الفضي ويتصاعد غاز الأكسجين بالمنظر دوت. يبقى ده التفاعل الأول عندنا النهاردة. ندخل على التفاعل رقم 2 النهاردة من تفاعلات الانحلال بالحرارة. هنعمل إيه؟ انحلال بالحرارة لهيدروكسيدات الفلزات. إحنا عايزين نفهم الكلمة ديت. أنت عندك الفلز طبعًا مثلًا زي النحاس، زي الحديد، زي الألمونيوم، دي الفلزات أنت عارف جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء، وبتكون صلبة ما عدا الزئبق. طيب الهيدروكسيد بقى اللي هو أي حاجة فيها أو اتش. يبقى أنا لما أقول لك هيدروكسيد نحاس يبقى نحاسه معاه أو اتش. طيب لما أمسك هيدروكسيد الفلز دوت وأعمل له عملية انحلال بالحرارة، هيدي أكسيد الفلز الأول لوحده وهيدي معاه تاني عبارة عن مية. يبقى هنا بعض هيدروكسيدات الفلزات تنحل بالحرارة إلى أكسيد الفلز ومية. طيب المثال اللي علينا مين؟ المثال اللي علينا اللي هو عبارة عن هيدروكسيد النحاس، وده بيكون لونه أزرق. لما هسخنه في أنبوبة الاختبار هيدروكسيد النحاس دوت الأزرق هيتحول للون الأسود اللي هيتكون إيه بقى؟ أكسيد الفلز اللي هو أكسيد نحاس أسود اللون، ويتصاعد من الأنبوبة المية اللي هي H2O. يبقى أنا عندي كده هيدروكسيد النحاس CuOH الكل باي 2 بالحرارة هيديلك أكسيد النحاس CuO زائد الميه H2O بيتصاعد على هيئه بخار من الانبوبه. لما يجي سؤال يقول لي علل يتحول لون هيدروكسيد النحاس الازرق بالحراره الى اللون الاسود، هنروح قايلين لتكون اكسيد النحاس الاسود. طب افرض جاب لك سؤال علل تاني وقال لك ليه بيقل وزن هيدروكسيد النحاس الازرق بالتسخين؟ هتقول له لتصاعد بخار الميه. إذا طلب منك وقال لك ليه اللون بيتغير شوف مين فضل في الأنبوبة واتكلم عنه، ولو قال لك ليه الوزن بيقل شوف مين طلع من الأنبوبة واتبخر منك، يبقى كده سؤالين علل مهمين جدا.
وطبق الاسئله دي على كل التفاعلات الخمسه. يبقى احنا كده خلصنا التفاعل رقم 2 اللي هو انحلال بعض هيدروكسيدات الفلزات الى اكسيد فلز وميه زي هيدروكسيد انعاز. التفاعل الثالث عندنا النهارده اللي هو عباره عن انحلال كربونات الفلزات. عندنا كربونات الفلزات معظمها ينحل بالحراره الى حاجتين، بتدي برضو اكسيد الفلز اللي عندك، يعني مثلا الفلز هنا شوف اسمه ايه بقى اكسيد الفلز ده، وغاز ثاني اكسيد الكربون اللي هو CO2. طيب المثال اللي هنشتغل عليه، هنشتغل على كربونات النحاس. كربونات النحاس لونها اخضر، لما بسخنها في انبوبة اختبار بتسود عشان هيتكون اكسيد النحاس الاسود برضو. نكتب المعادلة بتاعتنا، ادي كربونات النحاس CuCO3 بالحرارة هتدينا اكسيد النحاس CuO زائد ثاني اكسيد الكربون يتصاعد. لو انا حبيت اعرف بقى ثاني اكسيد الكربون دوت هو اللي طالع ولا لا، بروح ممرره في ماء الجير، ماء الجير الرائق. ماء الجير ده اللي هو هيدروكسيد الكالسيوم، عند امرار ثاني اكسيد الكربون في ماء الجير الرائق بيتعكر علشان بيتكون حاجه اسمها كربونات الكالسيوم التي لا تذوب في الماء. احنا قلنا ان معظم الكربونات بتنحل بالحراره، طب في كربونات مش بتنحل زي كربونات الصوديوم. كربونات الصوديوم بتنصهر بالحراره ولا تنحل لانها مركب ثابت حراريا ولا ينحل بالحرارة ولكنه ينصهر، مثلا زي كربونات البوتاسيوم برضو نفس الكلام. يبقى كربونات الصوديوم Na2CO3 لو جات لك في الامتحان وحط لك على السهم حرارة انت هتكمل المعادلة تقول له تنصهر ولا تنحل، وهي دي هتكون الإجابة بتاعتك. التفاعل الرابع عندنا اللي هو انحلال كبريتات الفلزات. نفس الكلام، معظم الكبريتات تنحل بالحرارة، بتدي أكسيد الفلز بتاعك وبتدي غاز اسمه ثالث أكسيد الكبريت. نشوف مع بعض كده المعادلة، لو خدنا كبريتات النحاس CuSO4 بيكون لونها أزرق، لما سخنها بالحرارة هتتحول إلى أكسيد النحاس الأسود اللي قلنا عليه وغاز ثالث اكسيد الكبريت يتصاعد. ثالث اكسيد الكبريت ده لو اتعرض للميه هيكون حمض الكبريتيك المخفف H2SO4، ودي اللي بنسميها احنا احيانا الامطار الحمضيه، عندما يتصاعد هذا الغاز من احتراق هذه المركبات فانه يتحد مع بخار الميه وينزل على هيئه امطار حمضيه اللي هي حمض كبريتيك مخفف. يبقى احنا كده عرفنا الكربونات والكبريتات بتنحل بالحرارة ازاي. اخر بقى تفاعل عندنا اللي هو انحلال نترات الفلزات. تنحل نترات الفلزات بعضها بالحرارة الى حاجتين، حاجة اسمها نيتريت الفلز ويطلع معاك غاز الاكسجين. طيب ناخد اللي هي المثال اللي علينا، عندنا مثال هو نترات الصوديوم. نترات الصوديوم اللي هي Na(NO3). انا مسميها كده، Na تبقى نا كانك بتقراها بالانجليزي نا، وNO تبقى نو، نانو 3. يبقى النانو 3 ده اللي هو نترات الصوديوم، لونها ابيض. لما سخنها هتتحول الى ايه؟ نيتريت الصوديوم لونه ابيض مصفر ويتصاعد غاز الاكسجين. المعادلة بتاعتنا هنقول كده مع بعض، 2 نانو 3 بالحرارة هيدينا 2 نانو 2 زائد O2 يتصاعد. ايه دوت؟ عبارة عن نيتريت صوديوم، وده عبارة عن نترات صوديوم، وده عبارة عن غاز الأكسجين اللي قلنا بيزود اشتعال أي شظية مشتعلة أو عود ثقاب مشتعل. يبقى احنا كده خلصنا تفاعلات الانحلال بالحرارة، وبكده نكون وصلنا الى نهاية درسنا النهاردة. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان انتوا تكونوا فهمتوا الدرس كويس. انتظروني في بقية الدروس ان شاء الله. كان معكم معلم خبير محمد علي، اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.